بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة ولا عصمة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا خير خلق الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك، وعليكم السلام، المظلومين المضطهدين المشردين عن الأوطان. سادتي، ما خاب والله من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لا تأمن الدهر، إن الدهر ذو غير وذو لسانين في الدنيا ووجهين أخنا على عترة الهادي فشتتهم، فما ترى جامعا منهم بشخصين، بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريين. وأرض طوس وسامراء وقد ضمنت بغداد بدرين حلايا وسط قبرين، يا سادتي ألمن أنعى يأسا ولمن أبكي بجفنين من عيني قريحين، أبكي على الحسن المسموم مضطهدا، أم الحسين لقيا بين الخميسين. ولكن الأمر لله،
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ورحم الله من يقرأ سورة الفاتحة وأهدى ثوابها إلى روح الإمام الخميني قدس سره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم. كمدخل للحديث عن هذا العالم الفقيه الورع التقي المؤمن، أنقل كلام مهم جدا إلى آية الله العظمى الشيخ الأراكي العالم الفقيه أيضا الورع، حيث قال في السيد الخميني أعلى الله مقامه، قال: إنني خلال 50 عاما التي عرفت فيها هذا الشخص العظيم، معرفة ليست بالهينة، 50 سنة يعرف من السيد الخميني، يقول: لم أجد فيه إلا التقوى والتدين والسخاء والشجاعة والشهامة وعزة النفس والقلب الكبير وكثرة التدين والجد في العلوم النقلية والعقلية والمقامات العالية. لقد كان رجلا تقيا بالمعنى الكامل ورجلا مضحيا بالمعنى الكامل. لقد أظهر هذا الرجل الرجولة ووقف بوجه الكفر ورافقته يد الغيب. هذا الكلام مهم جدا، إن شاء الله أنقل بعدين كلام آية الله الشيخ نعم صدوقي ماذا يقول. ورافقته يد الغيب حتى حير العقول. لقد كان مثل جده، لقد كان مثل جده علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. والكلام واقعا عن هذا الرجل الذي قد ذكره بلا شك ولا ريب الإمام موسى بن جعفر الكاظم، الذي قال: سيخرج رجل من قوم. هذا الرواية في السيد الخميني بلا إشكال. هذا الإنسان العظيم الذي واقعا كلما فتشنا في شخصية هذا العالم الفاضل نجدها شخصية منقطعة النظير.
بحيث أن هذا الرجل العظيم قد بين عملا كيف أن النصر من عند الله، بين عملا كيف نعم أن قوى الكفر لا تستطيع على قوى الإيمان وإن قلوا عملا، وإن كان رسخ هذا النموذج حزب الله في لبنان في مواجهته مع إسرائيل الذي كانوا بعدد 3,000 مقابل العشرات من الآلاف من الصهاينة. لكن المهم أنا أعتقد لابد أن نقف عن قرب ولو قليلا في بعض هذه الصفات التي تميز بها هذا العالم الذي أصبح نموذجا فريدا وعظيما، والذي قال نعم فيه في المجال السياسي الرئيس الروسي غورباتشوف آنذاك قال كلمته إنه لعالم أو إنه لسياسي محنك. خبر السياسة كما خبر الدين، خبر التقوى كما خبر العلاقات مع الناس والمجتمع، من أول الأمور أيها الأحبة التي تميز بها السيد الخميني هذا الإمام العظيم رحمة الله عليه حتى رفعه الله عز وجل هو الخوف منه، الخوف من الله عز وجل. نقطة من النقاط المهمة جدا في رفع شأن الإنسان، أولا مسألة الخوف هي تحتاج، وهذا موضوع بحد ذاته مهم جدا، وأنا سبحان الله صادف يعني أنني كنت أكتب في هذا الموضوع لشهر رمضان القادم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لبلوغ هذا الشهر العظيم. موضوع جدا مهم الخوف من الله الذي نعم تحتاج إلى مقدمة مهمة جدا، وهو أن نعلم بعظمة الله، نعلم بقدرة الله، نستشعر نعم هذه العظمة الإلهية. مو شرط أن الإنسان بعض الأحيان نعم قضية القراءة والكتابة يخوض في معارف الله عز وجل، لكن بعض الأحيان نعم يكفيك أن تنظر إلى هذا العالم وإلى أسرار هذا الكون لتعرف عظمة الله. ولذلك الله عز وجل في كتابه الكريم في الآية التي صدرت بها المجلس واضحة عندما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء الذين يعرفون حق الله عز وجل، يعرفون حق طاعة الله، يستشعرون العظمة الإلهية. هؤلاء الذين نعم خاضوا في المعارف الإلهية ووصلوا نعم إلى جزء من الحقيقة الإلهية، هؤلاء أصير عندهم ماذا؟ خوف من الله عز وجل، خشية. رواية لطيفة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقول من كان بالله أعرف كان من الله أخوف.
كلما إنسان عرف الله عز وجل كلما شعر ماذا؟ بالخوف من عظمته. نعم الإنسان، نعم إذا أيضا عرف الله عز وجل يعرف العدالة الرحمة الإلهية. ولذلك هناك موضوع في مجال الخوف أن يكون نوع من الاتزان بين الخوف والرجاء. الخوف من الله ما يصير فيه إفراط يعني ولا تفريط، وإنما أمر بين أمرين يسمونها هذه حالة الاعتدال بين الخوف والرجاء، هذا بحث آخر. بس إحنا كلامنا الإنسان متى يعرف، متى نعم يخاف من الله؟ عندما يعرف الله عز وجل. ولذلك هؤلاء الظلم الذين يظلمون الناس ويهتكون أعراض الناس ويسجنون الناس ويعتقلونهم ويعذبونهم، صدقوني بالله لا يشعرون بذرة من الخوف، ما عندهم كأن يعني هم هالشكل. إلى درجة أنا أتذكر يعني، وهذا ترى ديدن دول السجانين ديدنهم، لما في التسعينات أوقفت عدة أيام من ضمن الكلمات، والله يقولون ناقل الكفر ليس بكافر، وهذا إلى اليوم الكلمات تستخدم، ترى اسأل المعتقلين. يقول لي وين ربك؟ قلت له موجود في كل مكان. قال خلي يجي يطلعك، خل ربك يجي يطلعك. ومرة يقول خلي يجي إمامك يطلعك. هاي الألفاظ يتلفظون بها إلى الآن، ما يعرفون نعم العظمة الإلهية، القدرة الإلهية. في أي لحظة القدرة الإلهية أن تفتك بهؤلاء، ولكن الله يمهل ولا يهمل. حقيقة إلهية الخشية من الله عز وجل. ولذلك من الصفات المهمة جداً في السيد الإمام أنه كان مصداقاً لقول علي بن أبي طالب عليه السلام أمير المؤمنين: لا تخافوا في الله لومة لائم. أنت فقط خل فقط ماذا؟ الخشية من الله. النتيجة حتمية يا أخوان، والله حتمية أقسم بالله. أمير المؤمنين يقول إذا إنسان فقط يشعر بالخوف من الله عز وجل ويؤدي تكليف أمام الله، النتيجة الحتمية شنو؟ يكفكم من أرادكم وبغى عليكم. الله يكفيكم هؤلاء الظلمة. إذا أنت فقط نعم تعتمد وتثق نعم وتخاف الله عز وجل، تشعر بالخوف منه. ولذلك في الآية الشريفة: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله عز وجل. وهذه أنا أقول لك أمر اكتسابي، يعني أمر ماذا؟ هو وإن كان فطريا موجودا لكن يحتاج إلى شنو؟ إلى تنمية، يحتاج إلى ارتقاء، وهذا جهد بشري، جهد شخصي. ولذلك أنت تشوف مستويات الخوف مو واحدة، مستويات الخوف تتفاوت من شخص إلى شخص. السيد الإمام أقول لك وصل إلى هذه الدرجة العظيمة. الآن أنا لا أريد أن أدخل في كثير من التفاصيل، طبعا بعض الأحيان الواحد ينظر إلى الوضع الإقليمي، ينظر إلى الوضع، هذه أمور كلها مترابطة لا أدخل، لا أريد أن أدخل فيها. وبعض الأحيان المقايسة شوي صعبة. السيد الخميني أعلى الله مقامه هدد، شنو قالوا له؟ قالوا له ما تلقي أي خطاب، ممنوع ما تلقي أي خطاب وما تلقي أي كلمة وما تلقي أي شيء،
لما أخذوا الساباك إلى طهران، لكن مجرد نعم أن خرج السيد ألقى نعم تلك الكلمة الثورية العظيمة، رجل مسدد نعم له جرأة شجاعة. الشيخ الأراكي ماذا قال؟ قال: لم أجد فيه إلا التقوى والتدين والسخاء والشجاعة وعزة النفس. رجل شجاع، أقول لك له جرأة. ولذلك نعم لما أخذ إلى مرة من المرات إلى مجلس الشاه المقبور، كلمة من هنا وكلمة من هناك، رفع يده يريد أن يضرب السيد الخميني على الله مقامه، سيد الإمام جود يده أنزلها إلى الأرض، قال: إن هذه اليد التي رفعت سوف تقطع في يوم من الأيام. عجيب، شجاع. أنا أقول لك يمكن بعض الأحيان الوضع الإقليمي الوضع كذا، السيد الإمام يقول عنه آية الله الشيخ صدوقي، ليه كلام طويل لطيف جدا مهم، بس من ضمن كلامه يقول: إني على اطمئنان تام أنه كان يتلقى إلهامه من صاحب الزمان. يقول: أنا ما أشك وعندي اطمئنان، كل الاطمئنان أن هذا مسدد. ثم قال: وأن كل ما قام به كان بعناية ولطف بعنايتي ولطف ذلك الإمام أجل الله تعالى فرجه الشريف. ولذلك نعم آية الله الطالقاني لما كان يتحدث مع السيد الخميني وكان في فرنسا وعشرات نعم من القتلى وكلام طويل، قال: لا أنت هناك في فرنسا، إحنا نشوف القتلى نشوف كذا، على مسؤولية من؟ قال: لي على مسؤولية أنا، أنا مسؤول، أنا مسؤول عن كل هذه الدماء التي تسقط. بعد قال: لزين هذه المسؤولية، مسؤولية أنت صحيح. طبعا ما كان معارضا آية الله تعالى، لا، بس يبغى الحجة الوجه الشرعي. بعض الأحيان إنسان يمكن يغيب، شوف الدماء شوف كذا. ثم قال، يقول يعني نقاش، لم يقطع الهاتف إلا بهذه الكلمة: أتعتقد يا سيد أن هذه الأمور فقط نعم من كيفي أنا؟ ها يعني أكو شخص يلهمك مثلا، يسددك مثلا؟ يقول: أنا هني احتملت هذا الاحتمال. يقول: سكت بعد ذلك، وهذا ما أشار إليه آية الله صدوقي. المهم إنما هذا من خلال كلام أمير المؤمنين: لا تخافوا في الله لومة لائم. إذا وصلت إلى هذا المستوى أيها الأحبة من الخوف من الله عز وجل، اجي إفراز طبيعي، يكفكم من أرادكم وبغى عليكم. حتى لا أطيل كثير، هذه صفة من الصفات المهمة التي أشارت إليها الروايات، صفة كان مصداقا لهذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه واحدة. ثنتين: الثقة بالله والتوكل عليه، لأن مو بس خوف، لأن من ضمن الأمور وهذه الإفرازات الطبيعية، الذي عنده خشية من الله وخوف من الله لها إفرازات، من ضمن الأمور خلاص يتوكل على الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله عز وجل بعد يتكفل بأموره. شقد حاولوا أن يمنعوا السيد لما كان في فرنسا، أنه شلون أنت تذهب إلى إيران؟ أجواء خطيرة، أجواء نعم محتمل أنه هذه الطيارة تضرب، لأنه ما زال خبز السافاك وكذا وأعداء الجمهورية وأعداء الثورة موجودين. كيف هذه الطيارة سوف تحط؟ أخي الثقة بالله، توكل على الله. وأنا أعتقد يعني نعم مثل ما قاله بعض العلماء أن هذا الرجل مسدد إلهام يلهمه. شنو قال الشيخ؟ يقول إنه كان يتلقى إلهامه من صاحب الزمان. ولذلك هذا الرجل نعم له ماذا؟ قدرة في اكتشاف القضايا المستقبلية. احنا بعض الأحيان نتكلم عن بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام، مثلا الجعفي. الجعفي من أصحاب الإمام الصادق. هذا الرجل بخير، كان عنده أموال، فجو إليه قالوا له يا فلان نريد أن نبني مسجدا ونبغاك تساعدنا. شنو قال؟ قال لا أدفع الأموال إلى مسجد تروح فيه الموتى. استغرب، قال شل عليك هذا، حتى ما يبغى يدفع. قام شنو؟ قام يتحجج لنا، أنت أول مسجد يبنى، هاي موتى هذا قاعد يتكلم، هو بخير. فقالوا ذولا حتى لا يدفع، قال تعال موتى وكذا. يوم ثاني بس من الكلام وهم يشتغلون، تأمل يعملون، قام واحد نعم هو فوق على السطح، نعم سقط، سبحان الله، سقط على رأسه. على شنو؟ على الآجر هذا الطابوق، شلخ رأسه مات. اكتشفوا عظمة الرجل، قالوا هاش درى، هاش درى ان واحد بيموت. بعدين خب دفع لهم، ساعدهم، لكن قبل هذا لا، ما ادفع لكم انا، لانه راح يموت احد في المسجد، فما ابغى اكون انا شنو؟ مساعد نعم في موت هذا. سبحان الله. نسمع نعم اكو ناس عندهم علم دراية. السيد الخميني أيها الأحبة، أنا أعتقد لخوفه من الله وتوكل والثقة بالله وإيمان وتقواه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، صار عنده حالات نعم من الرؤى المستقبلية. وهذا ممكن ترى يا أخوان، أنا بجيب لك بس رواية واحدة، قصة أنا كتبت. الرجل الشيخ نصر الله الشاه آبادي، هذا ممن قاموا بخدمة السيد الخميني في النجف. بس قبل أن يجي السيد نعم ويصير إليه منفى، يعني يطلعونه من إيران إلى العراق، هذا شاف رؤية. شنو هذا الرؤية؟ شاف رؤية وكأن هناك حرب، هذا كله في عالم النوم، حرب بين إيران والعراق. يقول نظرت إلى خوزستان وكأن النخيل رؤوسها كلها مقطعة. يقول فوق ذلك رأيت نعم جثة أخي الشيخ مهدي، وكأنه قد شنو؟ قد قتل. زين. ثم انتصرت، هذا في الحلم. يقول انتصرت إيران، جيت أنا حتى أبارك نعم لقائد هذه المسيرة، هذه الحرب، هذه موجودة. كان الشيخ وجايب هو الكلام، كتاب موجود، كرامات الإمام الخميني. يقول نعم
سألهم من هذا القائد قائد المسيرة الحرب؟ قالوا له الإمام الحسين. قال زين وين حتى أبارك له؟ قالوا له موجود فوق في الدور الثاني. يقول ركبت وإذا غرفتين، غرفة على اليمين غرفة على اليسار. دخلت بس سلمت نعم على الإمام الحسين عليه السلام، لم أرى شكله ولا وجهه، وباركت له واستيقظت من النوم. استيقظت. يقول بعد فترة جاء السيد الخميني إلى العراق، جاء وأنا قمت بخدمته، وهذا الرجل عارف أبوه أستاذ للسيد الخميني أعلى الله مقامه. يقول بعد فترة لما استقر به المقام في النجف، يقول نعم تكلمت معه وجبت له هذه الرؤية، فقال لي يا شيخ سوف يقع هذا، سوف يقع هذا الأمر. قلت له كيف؟ قال له ستتبين لك الأمور فيما بعد. يقول أنا أصريت عليه. قلت له كيف يعني سيقع؟ بأي وجه؟ بأي صورة؟ يقول هني طبعا ما دخل إليه في التفاصيل، بس يقول جاب لي عن والده، قال لي أنا صرت الثقة لوالدك في السير والسلوك، وأطلعني على أمور، ومن ضمن الأمور سألت أنا كيف هذا؟ قال سوف تعرفها مستقبلا. أكو أمور يا ابني لا أستطيع نعم أن أشرحها لك، وإنما الزمان هو الذي ماذا سوف يبينها. يقول أنا بعد تركت السالفة. هذا متى؟ قبل انتصار إيران تقريبا ب 17 سنة. هذا الرؤية قبل أن السيد الخميني ينفى إلى وين؟ إلى العراق، وقد بقي في العراق ما يقارب أكثر من 13 إلى 15 سنة بقى. يقول أنا نسيت قضية وراحت وكذا، وطلع السيد الخميني وانتصرت الثورة وصارت الحرب العراقية الإيرانية. يقول أنا ذهبت إلى الجبهة 4 مرات. شوف شلون. يقول متى ما تذكرت الرؤية، لأن نساها رؤية، ما رؤية راحت على باله. يقول تذكرت الرؤية عندما كنت في خوزستان. يقول كنت في خوزستان فطالعت، يقول وإذا بالنخيل رؤوسها كلها شنو؟ مقطعة. قلت سبحان الله، هذا الرؤية اللي شفتها قبل 17 سنة الآن أكثر من 17 سنة. يقول وبعد مدة وإذا بأخي الشيخ مهدي قد قتل في الحرب. سبحان الله. يقول فعلمت أكثر أن هذا الرجل ماذا عظيم، السيد الخميني على الله مقامه، شخص عنده ثقة بالله، توكل الله عز وجل نعم سدده، فتح إليه أمور. هذا الرجل عجيب توكل. أنا نقلت لكم ماذا ربما يعني نقلت لكم قضية الذي حدثت في قضية سلمان رشدي. سلمان رشدي لما أساء للنبي صلى الله عليه وآله، السيد الخميني أصدر فتوى، فتوى بإهدار دمه، قال هذا مهدور الدم. اعترضوا. تأمل شوف الغرب إلى يومنا هذا، الغرب وقف وقفة واحدة ضد هذه الفتوى. وإذا في يوم واحد، يمكن اليوم الثاني أو الثالث من الفتوى، واللي في بالي أنا في اليوم الثاني، يعني اليوم صدرت الفتوى يوم ثاني، في مرة واحدة 7 سفراء من أوروبا احتجاج على هذه الفتوى، أنه هذا حرية التعبير، حرية الإنسان، وكيف أنت كذا. هم يبغون بس شنو؟ منفذ. سفراء خروجهم هز العالم آنذاك. تأمل. احنا سمعناها من الشيخ الرفسنجاني، من الشيخ الرفسنجاني في خطبة الجمعة جاب هذا القصة.
يقول فخرج نعم سفير إنجلترا وفرنسا وهولندا وبعد ما ذكر سبع دول ما أتذكرهم، المهم سبع دول. يقول احنا ما ندري شنو نسوي، والسيد خب يتابع هو الراديو، يتابع الراديو، بس احنا رحنا قلنا ليه سيدنا تدري اليوم شنو صار؟ كلهم في مرة واحدة خلال ساعة واحدة سفراء سبع دول. فدخلنا يقول احنا انا والسيد السيد الخامنئي حفظه الله والدكتور ولايتي الذي كان آنذاك نعم وزير الخارجية، دخلنا إليه في الغرفة وأخبرناه بالحدث. قال زين، ها لم يتكلم، يقول أخبرناه بالحدث وأن سفراء سبعة. قال ماذا يطلبون؟ قال عندهم طلب واحد حتى يرجعون، أن هذه الفتوى تسحبها. هاي بعد كون سلمان رشدي مهدور الدم لا تسحب هذه الفتوى. يقول قال كلمة واحدة فقط، هذه تنبع عن الثقة والتوكل على الله، اللي بيصير خلي يصير. شنو قال؟ قال بجهنم، إلى جهنم خلي يطلعون. هذا يا أخي، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صفات كثيرة نعم، أنا بعد ما عندي مجال نعم لأن أدخل في تهذيب النفس عملا من قبل هذا السيد، تهذيب نفسه ومصادق خارجية. الهيبة الإلهية التي واقعا هي من هيبة نعم من هيبة الله، الله عز وجل. ليش الأئمة عليهم السلام عندهم ماذا؟ الهيبة، الهيبة، هذه الهيبة نعم والإجلال والإعظام، هذا إنما يأتي ترى من خلال هذا الصفات التي يكتسبها الإنسان، خوف من الله عز وجل، توكل على الله، التقوى، الثقة بالله. أحد العلماء يدخل على الإمام الباقر من علماء العامة، يقول لي يا ابن رسول الله ما لي عندما دخلت نعم قد أصابني الخوف والهيبة منك يا ابن رسول الله؟ قال إنك في بيوت الله، في بيت من بيوت الله، أنت في مكان عظيم. في بعض الأحيان الهيبة، وأنتم يمكن سمعتوا مني من غيري، سمعتوا من التلفاز هذا الممثل المشهور السوري دريد لحام اللي يسمونه غوار الطوشة في الام بي سي، أنا سمعته مباشرة يقول نعم دخلت على ملوك وحكام ورؤساء وعلماء ولكنني لم أقبل يد واحد قط ولم أقبل رأس أحد قط. يقول إلا عندما دخلت إلى السيد حسن نصر الله. يقول نعم مباشرة عندما دخلت إلى هذا السيد العالم نعم أصابتني الهيبة منه. يقول فقبلت يده وقبلت رأسه. ما صادني هذا الشيء، هاي عظمة ترى، وهي العظمة من عظمة الله. وزير الخارجية الروسي بقدر قضية معينة حدثت، الشيخ الرسنجاني يقول كنت أنا ويا الدكتور ولايتي جايين بندخل على السيد الخميني ويانا وزير الخارجية الروسي، يقول شايفين أنت غرفة السيد الإمام بتواضعها وبساطتها، فجينا يقول أردنا ندخل قدمناه، يعني يكون أنت بعد ضيف روح قدام والسيد الخميني قاعد. يقول جه حط رجول داخل بس طالع السيد رد رجع رجع. يقول الشيخ الرسنجاني أنا جودته من إيده، يعني ها تعال وين رايح؟ ما فضيلك ليها راح، إيش صاير؟ ليش
مهل دقيقتين ثلاث وثم بعدين جاء في المؤتمر الصحفي اللي سواه. سألوه قالوا لا انت ليش يعني دخلت ورديت رجعت؟ ماذا رأيت؟ شنو وش أست؟ ما عجبك المكان؟ قال انا دخلت على رؤساء وملوك وعظام ولكنني لم أرى مثل هذا الرجل، فلما دخلت نظرت إلى عينيه أدخل في قلبي الرعب والخوف. هذه عظمة إلهية يا أخوان، ترى حقيقة، هذه حقيقة، هذه الحقيقة. نعم، هذا الرجل عشقه الملايين، الملايين عشقوا هذا السيد الإمام. خاف أطلت عليكم قليلا، ولكن هذا الإنسان العظيم يستحق واقعا أن نؤمنه ونستلهم، نعم، من عطائه ونستلهم من مواقفه. ملايين ملايين حضروا التشييع. أنا كنت هناك ساعات نمشي لا نشي، شفنا الجنازة، قالوا الصلاة على السيد، العالم من كل مكان، وتعال بعدين بعد الصلاة كيف الناس تزحف إلى محل الدفن، آلاف، مئات الآلاف، ملايين من الناس. الآن لا نريد أن نبالغ كم مليون ناس، قدروا قالوا 15 مليون، ناس قالوا 18 مليون، أيا كان. أعطني رجلا في العالم، رئيس أو غير رئيس أو حتى فقيه وعالم من العلماء، قد حظي بمثل هذا التشييع بالملايين. يعني في ذاك الوقت ربما يكون أكثر من أو ما يقارب نص الشعب الإيراني، ما يقارب نص الشعب في ذاك الوقت، يمكن حدود 40 مليون، وإذا 18 مليون يحضرون هذا التشييع، تشييع رجل يستاهل السيد. لكن أنا أعتقد في قلب السيد حسرة وهو ينظر إلى الملايين، ينظر إلى الملايين الذين أتوا لتشييعه. لكن في قلب السيد وهو ينظر بروحه، أعتقد حسرة في قلبه، يقول هاي الملايين اللي جو، يا ليت بس فقط ها جدتي الزهراء حظيت بشيء من القليل من هؤلاء. الزهراء نعم شيعت، لكن لم تشيع ترى بنهار، لا والله. الزهراء من الذي شيعها؟ وين أهل المدينة شيعوا الزهراء؟ لا، أهل المدينة ما شيعوا الزهراء، وإنما خرج أبو ذر فقال لهم قد أخرت الجنازة، الجنازة أخرناها. يا علي ادفني بالليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار. واقعا نعمها، لما دفن السيد الإمام رحمة الله عليه وفقت مرة، نعم، فيما بعد للذهاب، نعم، إلى ضريح السيد الخميني سنة 96، أول روحة، نعم، إلي إلى المدينة. هناك سبحان الله، نعم، في تلك اللحظات تذكرت ذلك التشييع، قلت عظيم، تشييع رهيب، لكن الزهراء نعم لم تشيع، لأن أنا شفت التشييع بعيني، تشييع عظيم. سبحان الله، لما رجعت نعم مرة ثانية إلى إيران في نفس تلك السنة وشفت ذاك الضريح، فخاطبت، أين نعم ضريح سيدتي الزهراء؟ وين قبر الزهراء؟ إحنا نخاطب عاد، أكو الأيام ناس نعم رايحين إلى العمرة بعرجون نعم على قبر رسول الله. يلي
يدزورون النبي، احنا نخاطبهم بهذا الخطاب، نقولهم يوم يلي يدزورون النبي برض المدينة عن قبر بنت المصطفى يا بالله اخبرونا أين قبر فاطمة، والله تصيبنا حسرة حسرة، يلي يدزورون النبي برض المدينة عن قبر بنت المصطفى بالله اخبرونا بالله اخبرونا عن قبر بضعة المختار، احنا نسألكم ها اولي يقولوا دفن قبل الحيدر حامي الجار، صحيح علي دفنها بالليل لو لا، اي وين صاحب الزمان، اولي لمن يجي ارض المدينة يزور جدة ويزور أم فاطمة والخبر عنده في وين صاير قبرها ويزيد وجده من يذكر المسمان عن صدر الحزينة، أقول لك بلي أجاوبك ها نعم، أمير المؤمنين هو دفنها بالليل، وكان ويا حسن وحسين سلمان وأبو ذر ومقداد، إي نعم ها، وطلعها أمير المؤمنين دفنها في ذلك الليل، وكأني بعلي بن أبي طالب ها كل ليلة كان يخرج نعم إلى قبر فاطمة ها ويقف على ذلك القبر ماذا ينادي، أبيات مشجيها نعم تحرق القلب، وأمير المؤمنين واقف عند قبر فاطمة ينادي يا مالي وقفت على القبور مسلمة قبر الحبيب فلم يرد جوابي، أحبيب ما لك لا ترد جوابنا، أنسيت بعدي خلة أحبابي، قال الحبيب أريدك وياي ها، قال الحبيب وكيف لي بجوابكم وأنا رهين جنادلين وترى أكل الترى يا أبو محاسني فنسيتك وحجبت عن أهلي وعن أحباب، لكن ليلة من الليالي يأتي حسن وحسين مع أبيهما أمير المؤمنين أطفال صغار إلى قبر أمهما فاطمة، جلسا عند ذلك القبر وإذا بالحسين والحسن يناديان أما أما كلميني، أويلي شقلها الحسن ها، يقلها الحسن حاجين يا زهر ذاهب وفادي إي والله، يقلها الحسن
حاجيني يا زهرة ذايب فادي وصاح حسين أنا بحجرك يقبلن النبي لها وصاح حسين أنا بحجرك يقبلن النبي الغادي يا زهرة يخبر جدي يا يما بالذي سادي وويلا. ولكن أيضا ليلة من الليالي يرجع أمير المؤمنين إلى الدار وإذا بزينب جالسة. هالموقف وأسألك الدعاء. جالسة في دار أمها تنظر إلى مكان أمها خاليا. جامير المؤمنين نظرت زينب إلى أبيها عند ذلك بكت وأبتا وأمه وفاطمة. أحد الشباب، هذه حقيقة تراها مو خيال، حقيقة. أحد الشباب زوجته توفى عند أطفال، يقول عندي طفل، هو يتكلم إليها طفل عمره 6 سنين، يقول بعد سنة تقريبا أو أقل من سنة قال لي أبويا ليش ما نبيع هذا البيت؟ هذا البيت ليش ما نبيعه؟ قال لي ليش نبيعه؟ هذا البيت جديد الآن صار لي بس 3 سنين. قال لي بلي، لكن ألا تعلم أبا هذا البيت يذكرنا بأمنا. احنا كل ما دخلنا وطلعنا ودخلنا في غرفة نتذكر أمنا. نعمها يعني أمنا دائما على بالنا. هذا طفل صغير عمره 6 سنين. ها، ألا تعتقد أن زينبها تنبهت إلى هذا الأمر؟ وإذا كأني بها تلتفت إلى أبيها، أبا يا علي أنا عندي طلبة. شنو هالطلب؟ اطلبي يا زينب. قال الطلبي أن تقوم معي قليلا. وقام علي ابن أبي طالب ماسكا ابنتها ذات 5 سنين. نعم، وجابت أبوها عند الباب، وقفت عند الباب. شو تقول لها؟ تقول لها يا أبويا يا أبويا والدمع منها تسيله، والله يا أبويا هذا الباب شيله. هذا الطلب، ها، اي والله يا أبويا هذا الباب شيله، يا مسمار خلى من حيله، اي والله خلى من حيله. بعد تقل لو خلى مكسورة الضلع. لعن الله من سن ظلمها وأذاها. يا الله، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر، أو هو أقرب من ذلك يا كريم. اللهم أرنا فيهم ذلا عاجلا. اللهم انتقم لنا ممن ظلمنا وهتك حرماتنا. فرج عن جميع أخواننا المعتقلين، أخواتنا المعتقلات. اللهم فرج عنهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر. إلهي ارحم شهداءنا الأبرار، شافي مرضانا سيما جرح الانتفاضة المباركة، شافيهم بشفائك، داوهم بدوائك يا كريم. إخواني الحاضرين، آباء احفظهم في أهليهم وذويهم فردا فردا، من يلوذ بهم يسر أمورهم اقضي حوائجهم.
شافي مرضاهم أطل في أعمارهم يا كريم. المؤسسون تقبل اللهم عملهم وأعمال جميع المؤمنين والمؤمنات إلى أمواتنا وموت الحاضرين ومن مات على الإيمان والعلماء والشهداء، سيما إلى روح الله المسوي الخميني، نهدي جميعا ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد.